القطعة صفحة 10. تدور فكرة القطعة حول المقارنة القائمة بين الرجل والمرأة، وإن هل المرأة يجب أن تتمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها الرجل؟ وبيقول لنا إن إحنا إذا كنا سألنا السؤال ده قبل 100 سنة كانت الإجابة هتكون أكيد في كل البلدان هي لأ، الست مش لازم تتمتع بنفس الحقوق اللي بتمتع بها الراجل. لكن دلوقتي ومع دخول القرن 20 وبدء العمل إنه يكون معتمد على القوى العقلية أكتر من القوى البدنية، بدأ يكون في فعلا مساواة بين الرجل والمرأة، والمرأة احتلت مناصب مهمة جدا، فبقت وزيرة وسفيرة ودكتورة جامعة وحتى بقت ملكة زي في إنجلترا. Ought women to have the same rights as men؟ هل يجب أن تتمتع المرأة بنفس الحقوق التي يتمتع بها الرجل؟ 100 years ago, the answer in every country in the world would have been no. قبل 100 عام كان الجواب في كل بلد في العالم هو لا. If you asked why not, وإذا سألت لما لا, you would have been told that women were weaker and less clever than men and had worse characters. سيقال لك أن النساء أضعف وأقل ذكاء من الرجال ولديهن شخصيات أسوأ. Even now, in the 20th century, there are many countries where women are still treated almost like servants. وحتى الآن في القرن 20 هناك العديد من البلدان لا تزال تعامل النساء معاملة الخدم أو كأنهن خدم. It is certainly true that the woman has weaker muscles than the men. ومن المؤكد أن المرأة لديها عضلات أضعف من الرجل. Thousands of years ago, when men lived in caves and hunted animals for food, strength of body was the most important thing. منذ آلاف السنين عندما كان الرجال يعيشون في الكهوف ويصطادون الحيوانات للحصول على الطعام، كانت قوة الجسم هي أهم شيء. But now, in the 20th century, brains are more important. ولكن الآن في القرن العشرين أصبحت العقول أكثر أهمية. Strength of body is still needed for a few kinds of work. ولا تزال هناك حاجة إلى قوة الجسم للقيام ببعض أنواع العمل. But the fact that such kinds of work aren't well paid. لكن حقيقة أن مثل هذه الأنواع من العمل ليست جيدة الأجر. Shows that the 20th century doesn't think that muscles are of very great importance. يدل على أن القرن العشرين لا يعتقد أن للعضلات أهمية كبيرة. What about women's brains? ماذا عن عقول النساء؟ Of course, in countries where girls aren't given such good education as boys, they know less. بالطبع في البلدان التي لا تحصل فيها الفتيات على تعليم جيد مثل الأولاد فإنهن يعرفن أقل. But in the countries where there is the same education for both, لكن في البلدان التي يوجد فيها نفس التعليم لكليهما, it has been clearly shown that there is no difference at all between the brain of the woman and that of the man. تبين بوضوح أنه لا يوجد فرق على الإطلاق بين مخ المرأة ومخ الرجل. There have been women judges in Turkey. فهناك قاضيات في تركيا. Women ambassadors in America. وسفيرات في أمريكا. Women ministers in the Egyptian government. ووزيرات في الحكومة المصرية. And women university professors in many countries. وأساتذة جامعات في كثير من البلدان. أصعب كلمات القطعة. Rights حقوق. Weaker أضعف. Clever ماهر. Treat يعامل. Worse أسوأ. Characters شخصيات. Century قرن.
certainly بالتأكيد، muscles عضلات، caves كهوف، hunt يصطاد، strength قوة، important مهم، education تعليم، difference اختلاف، judges قضاة، ambassadors سفراء، ministers وزراء، government الحكومة. And among the greatest and strongest rulers of England were Queen Elizabeth and Queen Victoria. ومن بين أعظم وأقوى حكام إنجلترا كانت الملكة إليزابيث والملكة فيكتوريا.